انطلقت الحملة التوعوية داخل بلدية سوق الجمعة في مدارس المراقبة جلها يوم 2 يناير في سنة 23. الهدف والغاية من هذه الحملة التوعوية لأبناء الطلاب مدارس بلا تدخين، فنعرف الكل أن نسبة الوفيات في العالم 35%، أسبابها هي التدخين، ونعرف أن جل العلماء الدين أثبتوا بأن التدخين محرم شرعا. في السابق كنا نتوقع أنه هو مكروه، لكن الآن أثبت العلماء الدين بأن التدخين محرم. فشبابنا التعليم الثانوي هذا احنا نبغى ننصحوهم عن طريق الحملات التوعويه هذه داخل المدارس. طيب لكن نقول في نطاق، يعني انتم هل هناك نقص يعني خطر دق يعني تمسوه من تقارير تاتيكم عبر المدارس ان الظاهره بدات متفشية بصوره كبيره مثلا؟ طبعا في بدايه باش نكون داخل وقعنا، طبعا في بدايه الحمله التوعويه داخل المدارس قمنا بتوزيع استبيانات، فلقينا في نسبة مدخنين في طلبة التعليم الثانوي نسبة لا بأس بها، فالحمد لله ولله الحمد. تفاجأتنا من المدرسين الظاهرة حتى عند بناتنا يعني. أكيد أكيد أكيد، فقمنا بمحاضرات توعوية دينية ونفسية عن طريق بعض المشايخ في بلدية سوق الجمعة وبعض المرشدين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين داخل المدارس، يديروا في زيارة المدارس. أكيد قمنا بهذه الحملات ولله الحمد، مش مبالغ أن في بعض من الطلاب جو قالوا إحنا والله ما كنا نعرفوا أن التدخين محرم، ما كنا نعرفوا أن سبب والوفاة هو التدخين. فالحمد لله في وعي. الحملة هذه بإذن الله نتمنى أن هي تنتشر في جميع مراقبات التعليم في داخل ليبيا الحبيبة إن شاء الله. طيب هل في مثلا هناك بعض اللوائح أو القوانين لمن يعني تجد يمارس هذه العادة مثلا الطلبة يبي يتواصل مع ولي؟ هو ممنوع منعا باتا التدخين في داخل المدارس، حتى عن طريق المعلم وعن طريق الدولة، حتى في مؤسسات الدولة الليبية ممنوع، في لائحة تمنع التدخين داخل الوظائف، ولكن احنا الطالب اللي نشدوه يدخن كذا نضبحوا عليه ولي امره، ما فيهاش هذه احنا نقولوا حشمه، نضبحوا له نقول له راه ولدك يدخن، احنا نقدموا له النصيحه عن طريق المرشد النفسي والاخصائي الاجتماعي، والحمد لله الحمد لله تخل ان شاء الله باذن الله. في يعني في تجارب باذن الله تعالى. طيب نحن من ضمن الاشياء اللي استمعناها في حواراتكم ما شاء الله الطيبه اللي توقفتوا بها، المشايخ احد المشايخ اللي كانوا مشاركين ركز على قصه ان المدرس ينبغي اقل شيء لمبتلى بهذه الافه الا يمارسها داخل سوى المؤسسه التعليميه. بالفعل احنا بدارين حتى تعميم على جميع المدارس يمنع التدخين داخل المدارس، ولكن الله غالب احنا علينا بالنصيحه، واللي نلقوا انا لم الاحظ ان في مدرس يدخن في داخل المدرسه، يمكن يدخن في الساحه ويحاول ان هو ساحه المدرسه الاشكاليه، يحاول ان هو ما يدخلش قدام الطلاب. بإذن الله هذه احنا في كل اجتماعاتنا حتى في اجتماعات مدراء المدارس ان احنا ننصح فيهم الكلام هذا، وهو في نفس الوقت هو محرم، حتى المعلم احنا نقدم له في النصيحة.